أو فتحي صباح يقفف على الصباح، واللي يعجبك فيه فتحي يعمل كيف على القفة، يعني القفة عاملها هواية مش مهنة. سيدت بلا ستها سيبع المنينة بونجور المنينة هاني ماشي أنا توا توا ماشي هي. من يعرفت أنا ملي هبط ساك البوكس هبل وهبلك معاه هاني جاية هاني هابطة يهي عاد هات فلوسي نسيس فلوسي نسيس لصعب الزبار يمسي واس وقالك اليوم جاي وكنترول تحبوا باسي وقتلني هات لهنا ويزيم الخوف مش قلت لي العزلي بشي مدولك مبعد خوف منهم تاع سي نسيس اللي منين سبت نعمل انا سبت نعمل هيت هات فلوسي نسيس والولاد ما خلصوش وانا سبت نعمل وصعب الزبار سبت يعمل فيا وسبت يعمل في العزاب وانا زادش بش يعمل فيا ما عادش عندي معاكم حتى كلام ما عادش عنده معاكم حتى كلام واضح واضح اي واضح واضح كي نبداو فسفس بداو تذوبلو انا ندور منها بدون ما تبداو تغيبوا في وجوهكم من فضلك شعب جبار مناش نغيب في وجوني عايشك لا حاسيش بوجوهكم الحرف انا حاسي كان بفلوسي فلوسي حاسكوا بفلوس وفلوسو يا سيدي كيف جات في وجوهنا مش مشكل غدوة تخلص في فليساتك ما غير ما تشوف وجوهنا الحرف احسن ما تعملوا اكبر مزية تعملوا عليا اكبر مزية واحنا غدوة لملك الفلوس كيف ما تفهم باه باه تعمل انت لهنا لسك جنبك التنبري عليا ايه اطلع فوق برا بدل انا خالت عليك سمحني شعب الجبار فانتور بيل جي مدولك الفليسات من ورا الباب ما غير ما تشوف وجوهنا الحرف ما قلنا باه لا عاد تشوف وجوهنا ولا عاد نشوف وجهك ومنظري ما عادش تشوف وكي جي طالع في البلاص هاتو نعمل ستال على راسي باهي انت بالذات تسكت ما كان مش مقطع حاضر حاضر شعب الجبار حاضر ربي رجاء لطفة أحمد دع الضوء في حالي سبيله يلعبت علي الدوخة نصدق ربي هربت من زكريا وأسوأ المزوج نلقى روحي في سجود لمير خلي كمل الكلمتين غبش على روحي بس ميمتك سمحني يا قيس والله نحس في روحي قيلك على الاخر وخيوتي خرج على برا يا دبي يعني كيف كمش نام انت ولي صرصة وسيدة ذي قلق كيف نام يا ودو فاش غلو في المزود الغديكة وعبد السلام ماش هذيك فاش يخمم انا عبد السلام زيد بريد للمعلومه انا ريتو راني صباح بسلام في البوسطه في البوسطه ريتو في البوسطه قلت مالكش يجبد فلوس ولا حاجه ربي اختاني انا راني ضاق صدري منه الموضوع هذا ما عادش نحكي فيه خلينا نكمل نقرا كلمتين ونمشي نتخمد نرقد على روحي باي باي برا نمشي نتعشى وبعديك برا نمشي تخمد مش عندك ما تتعشى كنت صاير ما طيب حتى شيء هاك نهار كامل زي مكان ينقزوا تلي عادو تبي راس نمت وهذه عايشه هذه معاكم جينا وفدوا وزيد صحيح الغلدان ونبات بلاش عشاء تعشى كيفاش هاي فوضوع الكاري هذا بسم الله العظيم تقول هذا الهمه كم في الظهر كاري يا سيدي ها؟ واحد ما يرقش معاكم وانت سي قيس قالت النهار نقص قالت النهار نقص يا قيس ها؟ شوف المنظر محش طيحت على اللحظ زعما خطفي هوت ها كنت طيب هكا باش هرلرنا لا طيب شيء دابا وسك ما نكرش انت وتجري من الغردلو راه باه باه تو نمشي طيب لك لوح جيري قاعد بيه قلبك ريتك عبد السلام تو نكبروا لك الفلوس كيما تفاهمنا مبكري حتى نمكهم لك ورا الباب شفت الدبر عنده فلوس قيس شافوا اليوم في البوسطه راه ما علاش خلي فينا مسخر قدام العذروت الغردلو والله يو كان يزبسها الواحد منه هنا يفرح ما لما ديتهم الفلوس ها مش مديتهم له ما هي حبس يتكلم مش بيك بلعت لسانك قلتوا لي مديتهم له فلوس يا ناسيس بالله بالله والله مديتهم له بشويه بشويه ولا ضربه واحده حبس مجبلنا في الضرب هاي شد قارد شد شد قارد شد قارد باي لحظة مش قلتك الفلوس هذوك ولا مس بحد حبيبي الكل ها تحب تجمعوني لبحالنا ما يمننا يا لي مننا مننا حافظ لا مننا يا مدام شاهد 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا قالوا فلوس يا أساس قالوا مننا مننا إيه نعم مننا برا أحكي معاها ترى ولا زعيم كان في فتحي ويوم غدوة لمام الدبابس إيه لمام الدبابس أحسن خدمة كانت تعجبني على خاطرني كي كنت صغير كنت ديما نتصور باش يخرج لي نهار جن الدبوزة ويحقق لي أحلام فكنت كل دبوزة نلقاها نقعد نفرك فيها فماشي ما يخرج لي الجن لين مرة خرجت لي شلاكة من عند أمي جات في وجهي كي كبيت لها دبوزة الزيت وأنا نفرك فيها في بيت الصالة
ومن وقتها تاب علي ربي من الدبوسة. هكا نكونوا في الموعد اون تايم. بالله طيش حمرو على وجهه خندلوه كيما دلي. اتفرج جاي نقز قبل بدرج تقول مش على قولوا ميداني فرحان بها مسيت زيد جيعان جيعان. عم سلام مدهم له من ورا الباب توريش وجهك. طيشهم له من ورا الباب باش يذلنا على زوز دور برا ان شاء الله تصرفهم في الدواء. ماما مي ماما مي يقصد دارك مين يقصد دارك مين يطلع له جن الدبوزة صحته أعطاته الدبوزة يمشي 20,000 لخوك خلي نروح في تاكسي حاجة أنا دارك مين حاجة براس مين والله بلاص يا سيدي أي 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 بسم الله العظيم شفما سايبوا عليكم عجل في الدار. صار هو انت العجل يا هاول العجل الله يرحم عاد تسعد شباب شفما علاش هكا الدار يا اخي. خلطت انت زادة ترس غاد يقعد حتى انا ما عندي ما نعمل هاني قاعد دوخوا قد ما تحبوا ما عاد تفكر شيء. اخر حاجه نتفكرها كي الباب تخلع. انا اخر حاجه نتذكرها الراجل نتاع الدبابز كان باش يعطيني 20,000. عايز يوم التبهنيز والتبهليل وقوموا قوموا دبروا ونتباتوا الليل. هاي 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 قوموا كي تجيبوا الكريم تاعكم وتفضلوا تكبوا للصباح الليلة باش نبات فيها انا الدار نفتح نفتح كيس اخر والله لما نطيحوا فيك دعوة العزاد نافذة ما تعرفهاش يا غردل محسوبه شكسبير كي ما خلصوش هملت في الكراه طردوا كس هسه السم اسمه هسه عم جبار دخلت عليها هسه عم جبار الشعر هسه عم جبار اسمه توا جاي انت توا اخلط عليهم اخلط انت زاد اخلط عليهم حتى فتحي دورت عليه هججت هالكل يقعد فيها واحد محسوب يا عم زبان في بيت ما عنديش حسان انا انا فتحي كردهم كله العزود الايمن متاعك اما تونس عندي ناس جوه قرايبي استنيها نص الشارع كمان ربع ساعه بقول لك ايه الجرحي في حد ده باين انه مش باين ولا مش باين انه باين مش باين سامحوني كان باش نقص عليكم الفرجه يا اخي مش قلتولي تفعتولي الكريه مالاش مين اخويا بيتين في القهوه ثمانيه غير درج دق الباب مديتلو الفلوس من ورا الباب ما غير ما شاف مناظرنا وبعد رجع لنا قلنا وينو الكريه معناتها مش هو اللي دق الباب فما واحد براس ميمتك يمد الفلوس ما غير ما يشوفه معناها كان جا كلب خربش الباب راك مديتهم له اخو يعني مجرد خطا منهجي ادى بنا لبرا حلو ما نفهم شيء حب نعرف شكون خذا الفلوس حقا من بك وانا طالع في الدروج عرض من ذاك اللي في بدارس بلاستيك دي بقى زوى دخل ذاك يا ما حاصل الصدف هذه هي رب صدفة خير من ألف دبوزة بربي نقص من الماء وانت تو تتكلم كان في بيننا بيه رانا فركسنا عليه وين باش تفركس عليه راه سرح تو سرح وراس الحنينة كي يمشي للوغندا نجيبه من قاع الأرض تختان اخويا من اللوغندا تو باش نسقوا نلوج عليه في عقبات الليالي تخيل نكملوا هذينا بريحة البن وغدوا يعمل ربي دليل ان شاء الله ما يطلعش عم فرج ما كاش ترسلين بيتين البر الكل مش عم شكون هو مازال يدق اشكون تكبس اعطيه شكون لحرش لحرش ما ناقصها كان لحرش لحرش هو اقرب مخلوق لكلمة عتبة ولا كلمة نحس أم وبوه تعرفوا على بعضهم في دفينة خاله
في الفرق اخطبها وعرسوا نهار الاربعين، وبدأ الموهبة متاعو من اللي هو في كرش أمه. كان هو وخوه تويمة في نفس الكرش، خذي أخوه بعين قتلوا في الشهر الرابع، أمه وصلت معاه للشهر السابع مزايا في بوه. لحرش تولد نهار النكسة عام 67، مشاهد اللي تشوفوا فيها صارت نهار اللي حط سقيه في الدنيا. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي. أعرف أنت القابلة اللي ولدته التوى تطلب في السماح من الجامعة العربية. لحرش يرحم الفم اللي سمى وبرى. أحرش بالكيغذ لحرش بيده، ما فماش حاجة يحط عليها عينه من القريب ولا من البعيد وتقعد صحيحة. لحديدي ذوب ومش لعب. لحرش يخدم في أرشيف متاع مكتبة عمومية، حطوه في بلاصة ما ينجم يضر فيها حد منه للكتب. هاوكا كان جات تجي في الوراق دفعت بلاي، أما هو في أغلب الأحيان شدد الدار. مستغل موهبته الروح وزادة. هاوكا كي يقلق من الخدمة يغزر الروح في المراية ويقول ما صحني، ويعطيها الروح ولا تقرأ ولا تكتب، ويضرب لها الجمعة مالادي في الفرش. لحرش صاحب العزاب يستلطفهم ويستلطفوه وبيناتهم عشرة قديمة. أشيش على القهوة جيت لهنا ما تعديت لكم للدار توحاش. نلقى الباب مكسر والغردل وغادي، عرفت لي ثم حاجة. فيك الخير يا لحرش. هاك لم في الباب سلمت لكم فلوسكم وقطع الكل الكل يا أخي الكل. لي دار شر ما لا زار عنك. تظهر لي أكسيدون بيان سور. أنا مش نشوف ليك وثاني نأخذ براس ميمتك، ما نحب حد يشوفني هنا. تحتي يا صاحبي وكل عظام ودقد قد نتلاه. لا إله إلا الله استر ربي. متاع نارين بلوك يا ولدي روحوا كم شيء مسكنات مسكنات. أنا هو المسكين. هيا بركة وكل عصيص اللوطة. لا مش عصيص، أنا يزن الليلة نثبت ونحن عليا الكراكوز اللي لابسه مش تبالني يا أخي. يجا لهنا عملة عملها فينا تقع التاريخ. اسمعوا، لا تاريخ ولا تربية تشكيلية، يجب أن نبحث عن مسكن آخر في القريب العاشر. أيواش أنا ولفت بها الدار. اسمع زعما يمشي يغم عليهم لحوايجك الغردلو. يغم عليها بالله يسكن، تي ناقص قرب شو ولا طمع في الشلالي. قلت يا طب الراجل يكسب يكسب شطنا في حوايجنا. تي انا اغلى حاجه عندي شنيون نتاع لوح يهاوت مع فيها. وقالك باش نسكن فيها الدار؟ دبر فيه انت يسكن فيها. من كلة الديار اللي عنده البلاسات الغردلو عنده ثلاثة بلاسات، منها واحد مازال كيخرج مدي يظهر لي حسب البلاصه. انا عنده لهناش وعنده رخصه تاكسي وعنده رخصه لواش وعنده ثلاثه حوالت من حالوت كريم باتسيري. تعرفوا القهوه ذي تمرته طليانيه اللي دار جره كانت اكبر قهوه في الهومه. دقوني العزاب ادعوني مدام لي جيولي جيولي راجلي مشي. هذا هو لحرش باختصار، وهذاك علاش انا قلت لكم اليوم جاي فوق من قلبي. بربي سيد المخرج عود علمني بالمسبق باش كي يجي لحرش في حلقه نبعث لك سيرتيفيكا ونركش على روحي. ازيكو عاون مولا العامله اجل وين الفلوس انت؟ بي خويا راسي ودي سايب الراجل مش شوف وجههم. هذا اخويا هاي فلوسكم وسامحوني الحرام عمره ما يصبر. بارك الله فيك لاباس بارك. وش من لاباس؟ ضربتني كرهب البارح قدام القهوه. انا عاد قلت كيف زيت لاباس هاني قلت نرجع لكم صورتكم، واللي يقصد المره الجايه ما يقصد صداركم. بالسلام. فيس روحك. ايه اما اسمع لحرش اعطيها له ولا تقرا لا تكتب. طيب رجلي. وخي مفتاح الخزنه في كرومته وما عنديش الدوبل نتاع المفتاح. الا من انا على خاطري هاو باش نعمل روحي ماريتش مره هذه. اما حرص عليها عايشك في يده جمعه اخرى يفرحك يا وخي.
يلا من هنا سعاد الجبال لباسه؟ لباس وخي تهرس وبرا. حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ذاك حد لباس. لا 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 تهنينا يا محرسنا على رسولنا، يلا منانا يلا منانا يلا منانا وجابوها مطلعطية. يلا منانا يا هلالنا يا هلالنا تهنينا. فارينا يا فتوح بابا بابا تبارك الله ملكيك ملكيك منانا انا جيت لباس يا منانا لباس بس يا عبد الجبار اي الحمد لله عليك هكا لباس محسوب غادي الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الجبار اطلقت الانوار يا سي عبد الجبار لا ماكينة طلع السماء شو هذا شو هذا وتبلوكات يا فتحي تبلوكيت شنو وقفت تبلوكيت واحد هكاك واحد هكاك تحت بان تحت بان يا رسول بان واش عملت تتهالو الاحرش هاي الولاد قطعوا لا ياكلنا الحجر برا شب للخلال فتحي يا فتحي يا كيردون يا فتحي كفردو يا فتحي تقوم فتحي كفردو معاه سي عبد الجبار ما فماش ما يتاكل بلاي كيفاش مستلع هالك ما يتاكل انا تو كيفاش وطن وريك كيفاش بعد ما نبرى اي كي تبرى وريني وحتى تبرى وهذه هي اللي يقصد دار كبيرة وهي مش كل دار تسخيبها كبيرة تطلع كبيرة دعاية ودعاء العزاب ما مشاوش خسارة وزيدهم عينين لحرش لين رصات له سي عبد الجبار معدي ليلة كاملة معلق في المونتشارج محنط في الجبس وبيت بين هواء وفاء وإن شاء الله ربي يرضي عليكم الوالدين ويجيركم من كل عين تصبحوا على خير.